أهلا بكم. هل باتت الأجواء مهيئة لتفعيل عملية تشكيل الحكومة؟ وما هوية الضوء الأخضر المستجد للتحرك باتجاه الملف؟ وما علاقة تحرك الرئيس حسان دياب اليوم بحدث الغد في البيت الأبيض؟ فقد زار رئيس الحكومة المكلف بعبدة وعين التيني وبيت الوسط للحظ على تأليف الحكومة تلافيا لما هو أخطر على الصعيدين الاقتصادي والصحي. وكان اللواء عباس إبراهيم استبق تحرك دياب بزيارة بيت الوسط الليلة الفائت في سياق تحركه والبطريرك الراعي لتأمين تفاهم بين الرئيسين عون والحريري. خارج هذا السياق يمكن تسجيل مجموعة تطورات محلية ودولية. دعوة الرئيس الحريري أنصاره إلى التزام الحيطة من كورونا وعدم القيام بفعاليات في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري. التحضير لانعقاد المجلس الأعلى للدفاع يوم الخميس وتوقع تمديد فترة الإقفال في البلاد. انطلاق حاملة بريطانية على متنها 100 مصفحة للجيش اللبناني. وفي واشنطن استنفار للحرس الوطني عشية تنصيب جو بايدن رئيسا. لكن البداية مع قضية التحويلات المالية للخارج من خلال ما كشفته وزيرة العدل حول تعاون قضائي سويسري بشأن تحويلات عائدة إلى حاكم مصر في لبنان، وسلامي يصف اتهامه بإجراء التحويلات بالأكاذيب. كشفت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عن تسلم وزارة العدل طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصر في لبنان المركزي رياض سلامة بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. ولفتت وزيرة العدل إلى أننا سلمنا الطلب بشأن رياض سلامة إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لإجراء المقتضى. في المقابل أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصر في لبنان أن حاكم مصر في لبنان رياض سلامي يؤكد أنه كما دائما ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء ويتعاون مع جميع الحارسين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج. ولفتت في بيان إلى أن الحاكم يطمئن إلى أن كل الادعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أم باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة فاقتضى التوضيح. يشار إلى أن التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي يشكل أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات. وورد كذلك ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. وقبل المتابعة وفي رقم قياسي لوفيات كورونا 61 حالة وفاة في 24 ساعة الماضية و 4359 إصابة جديدة سجلت في 24 ساعة الماضية. نبعبدة قال رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه سيكون هناك لقاء بين الرئيسين عون والحريري في الوقت الذي يجدانه مناسبا لمتابعة ملف تشكيل الحكومة. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون التقى في القصر الجمهوري رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في إطار التحرك الذي يقوم به الرئيس دياب على صعيد عملية تشكيل الحكومة. الرئيس دياب بعد اللقاء أكد أنه عرض مع الرئيس عون للأوضاع في البلاد لا سيما في موضوع تشكيل الحكومة وقد لمس كل الاستعداد لدى رئيس الجمهورية لإعادة تفعيل عملية التشكيل كما لمس ذلك لدى الرئيس سعد الحريري والرئيس بري واعتقد أنه سيكون هناك لقاء قريب إن شاء الله بين الرئيس عون والرئيس الحريري. عرضت مع فخامة الرئيس الأوضاع بالبلد لسيما موضوع تشكيل الحكومة ولمست كل استعداد من فخامته لإعادة تشكيل عملية تأليف الحكومة كما لمسته من دولة رئيس سعد الحريري ودولة رئيس بري وبعتقد بالوقت اللي بيشوفه فخامته ودولة رئيس الحريري المناسب رح بيكون في لقاء إن شاء الله قريب لمتابعة هذا الموضوع
والوصول للحل المناسب لتولد الحكومة بأسرع وقت ممكن، لأنه أنا حسب ما لمست من الكل النقاط المنجزة والإيجابية أكثر بكثير من بعض العقد التي لا تزال بحاجة لتدوير زوايا سياسية، ولكن لمست النية من الجميع لهذا الموضوع يتابع بأسرع وقت ممكن، لأنه مثل ما شايفين الأولوية للبنان وللبنانيين لمعالجة كل الأمور الحياتية واليومية إن كان على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو المالي، وهذا بيصير لما بتولد الحكومة وإن شاء الله بأسرع وقت ممكن. وردا على سؤال عن مدى سرعة إنجاز عملية التأليف، أكد دياب موضوع السرعة عند فخامته وعند دولته، ولكن مثل ما قلت من شوي لمست كل إيجابية من الكل لهذا الموضوع يتعالج بأسرع وقت ممكن، لأنه البلد بحاجة لأنه تولد حكومة بأسرع وقت ممكن. ومن عين التين الرئيس دياب يؤكد أن الرئيس بري يبدي كل الاستعداد للمساعدة في تشكيل الحكومة، ويرى أنه يجب علينا البناء على الإيجابيات في بعض الثغرات المتبقية لتشكيلها. في إطار المساعي التي تبذل من أجل حلحلة الأزمة السياسية لا سيما منها الحكومية والهوة التي كبرت بين بعبدة وبيت الوسط، الأمر الذي استدعى دخول أكثر من طرف على خط الوساطة ما بين بعبدة وبيت الوسط. وفي هذا الإطار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قام بجولة على الرؤساء، فزار عين التيني للتباحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأزمة الحكومية إضافة إلى الأوضاع المعيشية والاجتماعية. الرئيس دياب وبعد اللقاء لم يخف في بأن هناك بعض العقبات الموجودة التي تؤخر ولادة الحكومة الجديدة. طبعا مثل دايما دولة رئيس البري أبدأ كل استعداد للمساعدة مثل ما دايما بيقوم بهالدور لحل العقد القليل المتبقي بموضوع تشكيل الحكومة اللي هي صارت مطلب وطني من الكل لمعالجة كتير من الأمور اليومية والحياتية يلي عم بيعاني منها لبنان واللبنانيين، اللي أصبحت أولوية قبل أي موضوع آخر. هل زالت يعني العقد هي أو هل حنشهد حكومة جديدة قريباً؟ نحن طبعاً نتمنى هالشي وعم نسعى لهالشي، والأيادي البيضاء موجودة لهالموضوع، وأنا بعتقد لازم نبني على الإيجابيات يلي هي كتيرة ونشوف كيف فينا ندور الزوايا ببعض الثغرات يلي متبقية لتشكيل الحكومة. الرئيس دياب وصف اللقاء مع الرئيس بري بالجيد والمميز، مشيرا إلى أن موضوع الحكومة سيتابع. ومن بيت الوسط تأكيد من الرئيس دياب على أن الأولوية هي لتشكيل حكومة، والرئيس الحريري يقول موقفي واضح ومشكور دولته على ما يقوم به. في إطار مبادرة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لخرق الجمود والعمل على تشغيل ماكينة تشكيل الحكومة بأسرع وقت، زار رئيس دياب بيت الوسط واجتمع إلى الرئيس المكلف سعد الحريري، لافتا إلى تحديات واجهت البلد على مدى الأشهر 12 الماضية، مشيرا إلى أن كورونا ركعت أكبر اقتصادات العالم. ندعي كل الجهات تبني على الإيجابيات يلي وصلنا لها بما يختص بتأليف الحكومة، تشكيل الحكومة، ودولة الرئيس بالجلسة معه أبدى كل استعداد وكل انفتاح للتشاور مع كل الجهات بهالموضوع لحتى نوصل على بر الأمان بأسرع وقت ممكن. وعن الإساءة التي تعرض لها موقع الرئاسة الثالثة من قبل رئيس الجمهورية أجاب الرئيس دياب المفروض أنه جوزنا هذا الموضوع، نحن هلأ الأولوية للبنان وللبنانيين ولمعالجة المشاكل يلي عم بيعانوا، خلينا نبني على الإيجابيات. دولة رئيس الحريري يبدي كل استعداد وإن شاء الله باللقاءات الأخرى رح نسمع نفس بدوره شكر الرئيس الحريري الرئيس دياب على الزيارة. أنا كل المرحلة اللي سابقة أبدأت الانفتاح وأبدأت أنه مستعد أنه روح وإجي عدة مرات،
لحتى نقدر نشكل الحكومة، وموقفي واضح بهذا الصدد، واللي عم يحاول يعمله دولة الرئيس مشكور بهذا الشيء. وعن كورونا قال الرئيس الحريري: مثل ما أنا علي مسؤولية مثل ما أنت عليك مسؤولية، تحافظي على أهلك، صح ولا لا؟ إذا شفتي إنه في شيء غلط عم يصير بدك أنت تحافظي على هذا الشيء. من يعني المشكل بهذا البلد، ما حدا بده يحمل مسؤولية على حاله. لا، في حق على المواطن، وفي حق على الدولة، وفي مسؤولية على كل واحد فينا. إذا ما بدنا نطلع هيك وما بدنا نواجه الحقيقة مثل ما هي، لازم نكون واضحين مع الناس. يعني إذا بتشوفوا كمان الرئيس ماكرون كيف حكى مع المواطنين الفرنسويين وترجيهم إنه يبقوا بالبيوت، وكل رؤساء الدول ترجوهم. الرئيس الحريري أشار إلى أنه سيسافر أكثر في إطار الإصرار على الحصول على اللقاح بأسرع وقت ممكن. أمل تكتل لبنان القوي في أن يكون قد حان الوقت واكتملت الظروف لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها، وجدد الدعوة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالخروج من حال المراوحة والتواصل مع رئيس الجمهورية ليشكل معا الحكومة الإصلاحية الموعودة وفقا لثوابت الميثاق وقواعد الدستور. وشدد التكتل على وجوب إبداء الأولوية للقوانين الإصلاحية وقوانين مكافحة الفساد وضرورة إقرارها سريعا في مجلس النواب، خاصة القوانين المتعلقة بأموال اللبنانيين وإيداعاتهم، والمتعلقة بقوانين ضبط التحويلات إلى الخارج الكابيتال كنترول، واسترداد الأموال المحولة والمهربة إلى الخارج، واستعادة الأموال المنهوبة، وكشف حسابات وأملاك المتعاطين بالشأن العام. ولا نجد أي مبرر لعدم انكباب كل الكتل النيابية على هذه القوانين وإنهائها بإقرارها بأقصى سرعة ممكنة، لما لها من أثر في إصلاح الأوضاع وإعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم. وقد قرر التكتل الانكباب على مراجعة كل القوانين التي قدمها ولم تقر، وإنهاء كل القوانين التي هي قيد الأعداد من قبل نوابه من أجل محاولة الدفع بها بالتعاون مع رئيس مجلس النواب وكافة الكتل النيابية. الوباء لا يرأف بأحد، نداء من الرئيس الحريري لالتزام المنازل وعدم التجمع مع اقتراب الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الحريري ورفاقه. في نداء لرئيس سعد الحريري أنه فوق كل العقد والعراقيل والتجاذبات التي تمنع ولادة الحكومة، تبقى جائحة الكورونا مسألة وطنية وأخلاقية وإنسانية لا تحتمل المزايدة والإهمال والتبريرات الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية مهما كانت حدتها. لقد بات لبنان على شفير الوصول إلى الموقع الأول في الإصابات، وهو أمر في منتهى الخطورة، ويعني اللبنانيين والمقيمين والنازحين من دون استثناء، ويستدعي وعيا عميقا للتداعيات الصحية في حال استمرت الأحوال على ما هو جار من مخالفات وإجراءات لا ترقى إلى مستوى الخطر. نداء اليوم إلى كل اللبنانيين، خصوصا إلى أهلنا وأحبتنا في المناطق والأحياء الشعبية، بضرورة التزام المنازل وتوقف عن كل أشكال الاختلاط والأنشطة. فنحن أمام وباء لا يرأف بأحد، كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، متعلما أو أميا، مواطنا أو مقيما، ومسلما أو مسيحيا. هناك بالتأكيد مسؤولية على الدولة يجبها في توفير متطلبات العيش، خصوصا للفقراء وذوي الدخل المحدود والمياومين الذين يطاردون لقمة العيش ويعجزون عن تأمين قوتهم كفاف يومهم. وهناك بالتالي مسؤولية أخلاقية تقع على المقتدرين في كل الطوائف والمناطق والأحزاب والقطاعات الاقتصادية للتضامن والتعاون على مساعدة المحتاجين ورفع جائحة العوز والجوع عن المواطنين. إن الطاقم الطبي والصحي اللبناني في المستشفيات الحكومية والخاصة والصليب الأحمر والدفاع المدني والمختبرات والصيدليات والعيادات والمستوصفات يشكل خط الدفاع الأول عن سلامة الناس ومكافحة الوباء، لكن الواجب الوطني والأخلاقي يستدعي منا مواطنين ومسؤولين توفير الحماية ومقتضيات السلامة. ونحن في هذا المجال سنبدأ بأنفسنا لنناشد الحزبيين والمناصرين في تيار المستقبل ومحبي الرئيس الشهيد رفيق الحريري في المناطق أخذ هذا النداء على محمل الجد والالتزام
الانتظام والامتناع عن تنظيم أي أنشطة مع اقتراب الذكرى السنوية لاغتيال الرئيس الشهيد ورفاقه، بما في ذلك التجمع أمام الضريح وعقد الندوات والمهرجانات. لقد خطف وباء الكورونا من بيننا أصدقاء وأحبة وأقرباء ودخل بيوتنا من دون استئذان ليزرع الرعب والقلق على المصير. وختم الرئيس الحريري من القرآن الكريم: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين، صدق الله العظيم. في الفقرة الطبية، القرارات الخاطئة أدت إلى الارتفاع بإصابات كورونا وهناك سوء إدارة في الموارد. دين رمضان طبارة والتفاصيل. الارتفاع بأعداد الإصابات بكوفيد-19 نتيجة قرارات خاطئة نهاية العام الماضي، وذلك بحسب البروفيسور غسان دبيبو رئيس مركز أبحاث الأمراض الجرثومية في المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت. وهيدا هالشيء ناتج عن عدة قرارات خاطئة اتخذت حوالي فترة الأعياد بفتح المحلات والمطاعم والحفلات وعدم التزام الناس بالإجراءات اللي كان مفروض تتخذ لخفض التجمعات ولعدم المخالطة وللوقاية. وفي مناطق بحيلة شفناها ما التزمت بالتوصيات من شان تخفيف أعداد الكورونا، وهالشي للأسف عم بشكل ضغط هائل على القطاع الاستشفائي. حاليا المستشفيات معبية، في مستشفيات عم تضطر تستقبل مرضى بالمداخل تبعتها بالموقف برا لحتى يعطوا العالم شوية أكسجين لحتى يقدروا يكفوا أو يرجعوا يطلعوا على البيت. بيبو لفت إلى سوء إدارة وتخوف من ضغوط مسلحة لإدخال المرضى إلى المستشفيات، وهذا شيء مأساوي وللأسف ناتج كمان عن سوء إدارة بالموارد تاعتنا. يعني نحن في عنا هبات وعنا أجهزة تنفس موجودة ما عم تستعمل، ما نعمل قرار صلنا مدري كم شهر انه تستعمل هيدي الاجهزة لتجهيز بعض المستشفيات خاصة الحكومية لاستيعاب الاعداد المتوقعة من المرضى تعول الكورونا، وهيدا للأسف لح يوصلنا لمحل كتير خطر بشكل انه يعني يمكن يصير في نوع من الضغوطات ان كان مسلحة او غير مسلحة على ادخال المرضى للمستشفيات مثل ما كنا نشوف ايام الحرب، وهيدا شيء مؤسف كتير ونتمنى انه ما يصير، ونتمنى على المعنيين انه يتداركوا الامر ويضغطوا ليجهزوا المستشفيات الميدانية والمستشفيات الحكومية بأسرع وقت لحتى نقدر نسيطر على الأعداد، لأنه القطاع الاستشفائي ما بقى يستوعب. الطواقم الطبية في لبنان تصاب بكورونا، الأمر الذي بات يؤثر سلبا على القطاع الاستشفائي بشكل عام. تعاني المستشفيات في لبنان من نقص في الطواقم الطبية، خصوصا بعدما دفعت الأزمة الاقتصادية بعدد كبير من الأطباء والممرضين والممرضات إلى مغادرة لبنان بحثا عن مردود مادي يحفظ كرامتهم، إضافة إلى وباء كورونا الذي أصاب العديد من هؤلاء وأجبرهم على الحجر والابتعاد عن تأدية رسالتهم. بدي حييك من مكاني بالحجر المنزلي، المكان اللي موجود فيه ببيتي بالجبيل لكذا يوم من جراء إصابتي بالكوفيد-19 من خلال تأديتي لمهنتي اللي هي طبيب رئة وإنعاش، أو إذا بدنا نكون أكثر واقعيين من خلال تأديتنا لرسالتنا اللي هي طبيب الرئة والإنعاش أكثر ما هي مهنة هي رسالة. أول سؤال عم يسأل على طول دايما عن العوارض بموضوع الصحة، نحن اتكلنا دائما على الله والعوارض كتر خير الله كانت خفيفة. عم بيكون وقت حجرنا وقت للصلاة للتأمل،
في خوف، أكيد في خوف، أكيد خوف منع الصحة مثل ما قلنا هو اتكال على الله دائما بالصحة. الخوفنا عم بيكون أكتر على مرضانا يلي ما عم نقدر نكون حدهم بهالأوقات يلي نحنا محجورين فيهم كطواقم طبي من صابة، ما عم نقدر نحنا نجاوبهم على طول، ما عم نقدر نلبي اتصالاتهم، ما عم نقدر نفحصهم لا بعياداتنا ولا بالطوارئ، وخوفنا عم بيكون عليهم بالدرجة الأولى. عنا أكيد غير الخوف عنا تعاطف كتير، عنا تعاطف مع كل الطواقم الطبية يلي هي اليوم عم تشتغل 24/24، إن كان ممرضين، إن كان أطباء، إن كان مستشفيات، إن كان NGOs، عم يشتغلوا 24/24 لقدروا يطببوا ويأدوا رسالتهم ويلبوا المرضى إن كان بعياداتهم أو بالمستشفيات أو على التليفونات، كرمال ليكون وقع الجائحة أخف بكتير على العالم يلي هن مرضانا وأهلنا وقرايبنا وأصحابنا. الشيء اللي بتمناه خلال هالحجر، الشيء اللي ناطره من أول لحظة فت فيه على الحجر، هو العودة، الرجعة على الأرض، الرجعة بين زملائي وبين أصحابي وبين أهلنا، نكون موجود بعين العاصفة لنقدر من خلال وجودنا بعين العاصفة نخفف الضرر على الناس ونخفف الإصابات عن الناس ونخفف الألم عن الناس ونساعدهم بكل ما أوتينا من قوة لكلنا سوا نقطع هالجائحة. حالة الدكتور سمير شليطة تشبه إلى حد كبير عشرات الحالات من الطواقم الطبية، الأمر الذي يهدد المرضى والمصابين وينذر بانهيار النظام الصحي في لبنان. توقف المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه الأسبوعي أمام المماطلة غير المبررة التي أخرت استيراد اللقاحات، ففي حين أن دول الجوار أنجزت تلقيح نسب محترمة من أهلها، يبقى اللبنانيون على قارعة الانتظار يعينون الموت يوميا. وكرر المكتب السياسي المطالبة بتوسيع مروحة الاتصالات الجدية بالشركات المستوردة الدولية والوطنية لتأمين الأنواع والأعداد اللازمة للقاحات في القطاع العام والخاص، وبالتعاون مع المؤسسات الاستشفائية الجامعية ومنظمة الصحة العالمية، كما طلب بإشراك المرجعيات الطبية والوطنية والدولية فورا في كل خطوات الاستيراد والتوزيع، بعيدا من العشوائية التي سادت كل الخطط التي صدرت عن الأجهزة الرسمية من احتواء الوباء إلى المساعدة المالية والسلة الغذائية المدعومة. وكان رئيس الكتائب سامي الجميل قد دعا الجيش اللبناني إلى التدخل وتأمين الأكسجين للمرضى في ظل الفلتان الحاصل وغياب المسؤولين. وفي تشكيل الحكومة اعتبر المكتب السياسي أن هذا الملف بات مهزلة ما بعدها مهزلة بين تقاذف المسؤوليات والتهم ورفع سقف المطالب دون الالتفات إلى الضرر المتأتي عن أي دقيقة تأخير تأخذ لبنان إلى انتحار حتمي. لم تمر مقابلة رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بالأمس على إحدى القنوات مرور الكرام، الأمر الذي أدى إلى اشتعال حرب تويترية دفعت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية إلى إصدار البيان التالي. في الوقت الذي بلغ فيه التشظي السياسي الوطني مداه الأقصى موالاة ومعارضة في آن معا مما عطل أي محاولة للقيام بأي خطوة إلى الأمام، وفي الوقت الذي تجهد فيه القوات اللبنانية للم شمل قوى المعارضة الحرة وقوى التغيير في البلاد في محاولة جدية لتشكيل قوة تغيير فعلية حقيقية تخرج لبنان من الوضع المأساوي الذي يمر به، ينبري السيد سامي الجميل وكما جاء في بيان القوات ومن حيث لا ندري للتهجم كما عادته على القوات اللبنانية في محاولة لإحباط مسعاها لتشكيل جبهة معارضة جدية في البلاد. إن القوات اللبنانية وقد أصبح واضحاً أن السيد سامي الجميل يتصرف انطلاقا من شعور وموقف شخصي بحت لن تنجر إلى أي سجلات سياسية عقيمة لا فائدة منها، خصوصا في هذه المرحلة بالذات. وفي المقابل صدر مساء اليوم عن جهاز الإعلام في حزب الكتائب البيان التالي: أمام مآسي اللبنانيين اللامتناهية لن ندخل في سجال أثبت عقمه على اعتبار خلاف حزب الكتائب مع قيادة القوات كما مع باقي أحزاب وشخصيات المنظومة السياسية في لبنان هو خلاف على الخيارات أولا وعلى الأداء ثانيا، وفي الحالتين هو اختلاف عميق في مقاربة كل الملفات منذ اتفاق التسوية التقاسمي المصلحي عام 2016
2019 والذي ما زال اللبنانيون يدفعون ثمنه حتى اليوم، وإن حملات التحقير والتسخيف والتشكيك لن تجدي نفعا مع الكتائب واللبنانيين الذين هم في مواجهة هذه المنظومة مجتمعة متطلعين إلى لبنان جديد، وإن جهاز الإعلام في الكتائب يطلب من مناصريه ومحبيه عدم الدخول في حملات التشهير وحفلات الجنون الإلكتروني، فالأولويات الوجودية والإنسانية تحتم علينا ذلك. وبعيدا من السياسة، في صيدا استغاثة لوالد فقير اضطر إلى خرق قرار حظر التجوال باحثا في الشوارع عن علبة حليب لطفله الرضيع ورزمة حطب تدفئ منزله الأرضي في حي زروب لنجاصة، فهو لا يملك مدفأة ليحمي زوجته وطفلي من برد الشتاء والعواصف، وهو غير قادر على شراء قارورة غاز رحلته إذن، وهي مهنته الحالية ومهنته الحالية هي غير مجدية. والله صراحة ما في شغل من كورونا وغلا الدولار، ما في أشغال صراحة. أنا عندي ولدان، عندي ولد بالأسواس يعني كرة الأطفال، وعندي ولد تاني عمره سنة ونص بياخد حضاته حليب، بياخد حضاته حليب، فأنا ما عم بقدر أشتغل، عم روح للم تنك وحديد وهاي ما عم لقى. كيف؟ فعغاز انا ما مع اشي حق اني اتغاز، اضطريت لم خشب ولعن لحتى اعمل عليهم اكل لاكل انا ومرتي، هاي اذا كان في اكل بالبيت. عندي اجار بيت 350 الف بالضبط، ما قادر ادفعهم. صاحب البيت بكره بعد يومين ثلاثه بيطلعني من البيت بزعبني، وبيتي بزروب عنتر بوقف البخور على الارض. شو بتناشد؟ بتناشد مين بدي ناشد؟ اذا بدي ناشد الدوله ما في دوله لناشدها اصلا. إذا بدي نشد الدولة ما في دولة لنشدها. هذا بدي أحكي، شو بدي أحكي أكثر منها؟ الأمطار ولليوم الثالث على التوالي تعزو القرى وبلدات في قضاء الكرة وتقطع طريقا رئيسيا في قضاء زغردة. لم تجدي كل المناشدات التي أطلقت عبر شاشتنا في الأيام الماضية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي شيئاً، ولم تلاقي صدى لدى المعنيين، لبل بدت الأمور اليوم أسوأ في قرى وبلدات الكورة التي غمرتها المياه وعزلتها عن بعضها، لسيما بشمزين وبطرام وكفر حزير والمناطق المجاورة، ودخلت المياه إلى المحال وبعض البيوت. يعني مثل ما كنا شايفين نحن قدام هذه المشكلة السنوية اللي منوع فيها نحن كل سنة هون بمنطقة الكورة، خاصة ببشمزين، هيدي الضيعة اللي بتربط كذا ضيعة ببعضهم ضمن القضاء، وهي المنفس من المنافس الأساسية لقضاء صغرطة باتجاه بيروت. يعني كل أولاد منطقة صغرطة بيقطعوا من هيدي الطريق كرمال يوصلوا على بيروت. هيدي المشكلة كل سنة مع كل عاصفة نحن بنوقع فيها، مع كل شتوى قوية نحن بنوقع فيها. السبب الأساسي هو إنه الأنايات المعمولة ما عم بتلحق، ياسا صغير، وفي تعديات كتير على الوديان وظاهر التعدي ببعض المحلات يعني، وما حدا عم يهتم بهذا الموضوع. نحن بنطلب من كل الجهات المختصة أن تعطي نتفة وقت وأهمية لهذا الموضوع لنخلص بقى من هذه المشكلة. في قضاء صغرتة المشهد لم يختلف كثيرا، حيث غمرت المياه الطريق المحيط بملعب السلام لكرة القدم، وقد عملت بلدية كفردلاؤس على فتح الأقنية بعد اتصالات مع اتحاد بلديات المنطقة. تتحدث معلومات في هذه الأثناء عن انفجار كبير في الشركة السورية للغاز في منطقة حمص، وقد وصل صدى الانفجارات المتعددة إلى بعض المناطق اللبنانية لا سيما في عكر. أزمة جديدة تلوح في الأفق بين سوناتراك والدولة اللبنانية، والشركة الجزائرية تلوح بالتحكيم الدولي. تحدثت معلومات صحفية اليوم عن أن شركة النفط الجزائرية سوناتراك قد تلجأ في القريب العاجل إلى التحكيم الدولي للحصول على مستحقات 3 شحنات بقيمة 18 مليون دولار والتي لم تسددها وزارة الطاقة اللبنانية. وبحسب المعلومات المتوافرة فإن فرع الشركة في لندن وهو المكلف بتطبيق العقد بين سوناتراك ووزارة الطاقة بعث برسالة في حزيران الماضي إلى الوزارة يوضح أن العقد الذي انتهى في كانون الأول لم يتم تجديده، كما أوضح أنه لا يشارك مستقبلا في أي مناقصة تطرحها الوزارة. وأكد مصدر جزائري أن سوناتراك ستلتزم بالشحنات حتى نهاية العقد بما في ذلك تلك التي تنتهي في شباط، لافتا إلى أن هناك 3 شحنات. وبحسب المعلومات فإن الطرف الجزائري طلب من لبنان سحب كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام من أخبار شوهت صورة الشركة، متهما أطراف لبنانية بمحاولة تسييس المسألة. وفي المقابل مصادر وزارة الطاقة اللبنانية قالت إن العقد المبرم بين الوزارة وسوناتراك ألغي
انطلاقا مما أعلنته الشركة في تموز، وما تردد عن إرسال 3 شحنات من البنزين إلى لبنان وعدم تسديد ثمنها هو غير صحيح. وأكدت أن سناطراك لا تفرغ أي شحنة قبل الحصول على قيمتها المالية. وقضية الوقود المغشوش انتهت منذ أشهر بعدما استبدلت سناطراك الوقود غير المطابق للمواصفات بإرسال باخرة جديدة للبنان. أهلا بكم. واشنطن حصن منيع عشية تنصيب بايدن، وتقرير استخباراتي في الواشنطن بوست يحذر من الذهاب أو من الذئاب المنفردة. عشية تنصيب جو بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة، الأنظار تتجه إلى العاصمة واشنطن التي باتت أشبه بحصن منيع وسط تضارب المعلومات حول إمكانية وقوع أحداث أمنية من عدمها. تقرير استخباراتي أمريكي نقلت تفاصيله صحيفة واشنطن بوست تحدث عن بحث مجموعات يمينية متطرفة تخريب مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، وفيه تحذير لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أجهزة الأمن في واشنطن من أن أفراد الجماعات المتطرفة يخططون لتخريب الحدث عبر التصرف بشكل أحادي، وهو ما يندرج ضمن ظاهرة الذئاب المنفردة عبر ارتداء ملابس مشابهة لأفراد الحرس الوطني المنتشرين حاليا، وعبر التعرف على الثغرات الأمنية ونقاط الضعف في تأمين العاصمة. في المقابل أفاد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريس ميلر في وقت سابق أنه ليست هناك معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تهديد داخلي لحفل التنصيب، لكنه أكد أن البنتاغون يفحص ويدقق هويات عناصر الحرس الوطني الموجودين في واشنطن لتأمين مراسم التنصيب. وقبل ذلك كان مسؤولون في البنتاغون قالوا إن هناك مخاوف أمنية من أن يشكل بعض الأشخاص الذين تم تكليفهم بحماية مراسم التنصيب تهديدا مباشرا للرئيس المنتخب وكبار الشخصيات التي ستحضر الحفل. ووصف كثيرون التدابير الأمنية في واشنطن بأنها أقرب إلى الاستعداد للحرب وسط حدة الانقسام التي تتفاقم في البلاد بين الجمهوريين والديمقراطيين ومخاوف من اندلاع أعمال عنف. وتتحسب السلطات لحدوث أعمال عنف إذا مشابهة لتلك التي حدثت في 6 الجاري عندما اقتحم أنصار الرئيس المنتهي ولاية دونالد ترامب مبنى الكونغرس. والصفحة الأخيرة للرياضة. قال منظمو سباق موناكو المندرج ضمن منافسات بطولة العالم في فورمولا 1 للسيارات ردا على تكهنات بإلغاء سباق إن الجولة ستقام هذه السنة بسبب إلغائها العام الماضي نتيجة فيروس كوفيد-19. ومن المقرر إجراء الجولة في 23 من أيار المقبل، وستكون الخامسة على التقويم الذي عدل في وقت سابق من هذا الشهر بسبب استمرار انتشار الفيروس. استقال المدافع السابق لمان يونايتد وإنجلترا فيل نيفل من منصبه كمدرب لمنتخب إنجلترا للسيدات عندما تم تعيينه كمدرب لفريق زميله السابق ديفيد بيكهام في الدوري الأمريكي لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية إنتر ميامي. وقال نيفل إنه لشرف عظيم عندما بدأت رحلتي الإدارية، لكنني كنت أرغب في العمل مع أفضل الأشخاص والأندية والمشجعين، واليوم هي فرصة رائعة للانضمام إلى فريق عنده طموح. وقال الاتحاد الإنجليزي للسيدات إنه سيعين قريبا مدربا مؤقتا لقيادة السيدات إلى أن تتولى سارينا ويغمن مدربة هولندا حاليا الدور الكامل بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المتأخرة في طوكيو. بعد إعادة جدولة سباقات كأس العالم للتزلج فيس نهاية الأسبوع الماضي في فلاشو بسبب تفشي فيروس كوفيد-19، يستعد مدمار كيتس بوهل للماضي قدما في سباق الانحدار سوبر جي هذا الأسبوع بعدما تم أخذ جميع الاحتياطات من أجل عقد السباق بأمان. وأعرب السكان المحليون وعلى رأسهم بطل النمسا السابق في المنحدرات هارتي ويراثر عن دعمهم لاستمرار الحدث، رغم أن ويراثر قال إنه يأمل أن يشاهدها المشجعون وهم مرتاحون في منازلهم. ختام النشرة إلى الملتقى في 11:30 من هذا المساء.